حطيت اتش 2 واتش 1 اتش 3 كان 1 1 6 1 0 7 ناقص اتش 4 6 1 1 4 5. احسب النسبة دي 5 6 1 بوينت 0 5 ناقص 290 بوينت 1 قسمة 1 1 6 1 0 7 ناقص ادي القيمة تطلع طالعة كده 49%. او اكتب له كده. طيب اسال وليد، بالنسبه للقانون الاساسي للباك وورك ريشيو، كان الماس مضروب في اتش في التغير في الاتش على الماس في التغير في الاتش، صح؟ قلت تاني كده. القانون الاساسي انت كتبته فوق، ممكن ترجع بس فوق حق الباك وورك ريشيو. اهو انا كاتب اهو، ورك كومبريسور على ورك توربيه، ما غيرتش كلام. والورك كومبريسور اتش 2 ناقص اتش 1، والورك توربين اتش 3 ناقص اتش 4. اوكي فهمت. تمام تمام، نشوف بقى الكفاءه، ننزل تحت اهو. الاف سي الافشنسي 1 ناقص كيو اوت على كيو على كيو ان. الكيو اوت اللي هي اتش 4 ناقص اتش 1، والكيو ان اللي هي اتش 3 ناقص اتش 2. افكرك اهو، فانت بتقول هنا 1 2 3 4، هنا كيو ان وهنا كيو اوت، 4 ناقص 1 و3 ناقص، طب كل دول موجودين؟ ايوه اهو، 4 6 1 1 4 5 1 290 3 1 1 6 1 0 7 2 561 0 5. نحسب يعني لما تكون variables، اذا جبت الشات كلها خلاص انا اموري بالسريع، ما اقدر اجيب اي حاجه. ايوه هي الاهم يعني. انت يعني هو دلوقتي بيضربك علشان نخش في التقيل شويه اهو. ادي الكفاءه. غريب. ايوه، حتى ديت اللي جايه دي كمان تدريب. تعال نشوف كده. عندي سيمبل برايتون، الماده الشغاله بتاعتي هيليوم، يعني الكي افتقر 1.66، اي غاز مثالي او خامل بتبقى 1.66 كده، هيليوم نيون ارجون كريبتون كده. الماده الشغاله دي شغاله عند، قال لي مقياس الضغط والتمبريتشر فين، قال لي كومبريسور قلت يعني تي 1، اخد ال 15 اخد ال 15 واجمع عليها 273 اهو 288. اهو، وهذا الضغط مدولي 83 كيلو باسكال، مديني البريشر ريشيو هذا الار بي 14، الماكسيمم سايكل يعني التي 3 اجمع عليها 273 تبقى 973 كيلو. بيسال مقدار القدره اللي هتنتجها السايكل ديت لما تكون الكتله، ادي الام دوت اهي 50 كيلو جرام، اقسمها على 60 تبقى كيلو جرام بير سكند، يعني كانها 5 على 6. فمديك الكتله، مديني الكتله عشان اطلع الورك نت العادي، يعني الباور اللي هو بيسال عليه. الباور ده بنحط عليه نقطه كده دوت، هو اخد الام دوت في الورك نت كده. طيب العمليه دي يا استاذ ما قاليش فيها كونست فاريبل، يبقى هي كونستنت. يبقى انا هاجي اسهل حاجه خالص، اطلع الكفاءه اللي هو 1 ناقص على ار بي اس كي ناقص 1 على كي، بس الكي خلي بالك منها مش 1.4، ودي بتساوي الورك نت على كيو ان. اطلع الكفاءه اضربها في الكيو ان طلع لي الورك نت. طب والكيو ان اجيبها منين؟ بفكر اهو، اللي هي عباره عن سي بي تي 3 ناقص تي 2. طيب انا نيجي نحل بقى، انا عرفت الخطوات بس. هذول سؤال بالله قبل نبدا، بالنسبه لحط كيلو جرام بر ايش؟ ام اي ام منت، هو غلطان منت، اوكي منت غلطان طبعا. بس يبقى انا اول حاجه اهو ارسم، ايوه ادي البي وادي الفي وادي هنا التي وهنا الاس، وغطينا هم اهو.
لما احل بالاختبار لازم احرص انها تكون يعني الرسمه كويسه. ايوه، هو الراجل ده بيحاسب على رسومات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهنا كيو ان وهنا كيو اوت، وهذا قلنا خطين هم اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا كيو ان كيو اوت، والاس هنا كونستانت. ايه اللي عندك؟ معايا تي واحد ومعايا تي ثلاثة، انا محتاج تي اتنين بس، محتاج تي اتنين علشان انجز واطلع كيو ان، وهم حاطط الكيو ان اضربها في الكفاءة يطلع على الورك نت، اضربه في الام دوت، خلصت المسألة. طب هتعمل ايه؟ طلع التي اتنين ازاي؟ من الايزنتروبيك، اقول له من واحد لاتنين ايزنتروبيك، اقدر اقول له تي اتنين تساوي تي واحد في الار بي كي ناقص واحد على كي، التي واحد 283، الار بي 14، الكي بقى افتكر 1.6، يبقى كده على 1.667. احسب دي، انا مجهز دي طالعه لي التي 2 طالعه 8279 كلفن، طلعنا التي 2، اجي اقوم مطلع الكيو ان سي بي تي 3 ناقص تي 2. السي بي بقى خلي بالك، السي بي مش هوا اللي هو 1.005، لا ده السي بي بتاعت ال اسمه ايه دوت، الغازات الخامله ديت. ايوه اي ده هنا، انا هنا هو كان بيقول ان هو كان نوعه ايه؟ نوعه هيليوم صح؟ هيليوم، هيليوم 5.19 أيوة. شيء او شيء كده. اه فين اتش هنا؟ اتش او هذا هيليوم، ام جايب السي بي، حتى مش هو ده الجدول، الجدول اللي بعده انا هنا، هنا الهيليوم اهو، فين السي بي بتاع الكي بتاعته؟ هذا الكي اللي احنا قلنا عليها، وهذا السي بي اهي 5.19.26، 5.19.26. التي 3 اللي هي 973 ناقص التي 2، احسب دي تطلع لي الكيو ان، طلعت 7.5344 كيلو جول على الكيلو جرام. اجي احسب الكفاءه واضربها في الكيو ان، احسب الكفاءه الاول اهو، هذا الكفاءه واحد ناقص، احط ار بي كي ناقص واحد على كي، احط هنا واحد تساوي واحد ناقص الار بي 14667 على 1667، وهنا واحد حسبتها طلعت لي الكفاءه 652. ارجع اقول له ده الكفاءه دي ورك نت على كيو ان، اذا الورك نت اللي هو السبيسيفيك، الكفاءه في الكيو ان 652، هذا الكيو ان 753.44، ضربتهم في بعض طلع لي 490.97 كيلو جول على الكيلو جرام. ارجع بقى اعوض هنا مع الام دوت كده، هذا ام دوت في الورك نت 50/60 يعني 5/6 في 490.97، طلع 409.149 كيلو واط. احنا ضربنا في المات لان طلبها في الكيلو واط ولا؟ ايوه لانه طالب باور. اوكي طالب باور. نطلع نبص على السؤال اهو. اه الباور هو الباور اهي، فبيسال الباور اللي بتنتجها، فالباور ديت يعني اخد ام دوت واضربها في الورك نت. اه ويطلع لنا انا مو قاري الكلمه اللي بعد الباور، دبليو دوت دوت نت هذه ولا ايش؟ ايوه كده. اوكي هذا الباور. بس الوحده أيوة. كيف استاذ وليد ما كانت بالوقت مضروبه بكيلو كيلو بالوقت كيلو جول على سكند، تبقى كيلو جول على سكند
بالوات تطلع بالوات بالكيلوغرام مضروبه. خلي بال ديت كيلوغرام على سكن حلو تمام، وديت كيلو جول على الكيلوغرام على كيلوغرام أي. اوكي اوكي هذه تروح مع دي فيطلع لي كيلوات تمام تمام. طيب تعال نشوف اللي بعده هنا جديد في جديد هنا بداية الجديد. ايه بداية الجديد؟ احنا كنا بنقول انها ايديال يعني يعني كفاءة الكمبرسور 100% وكفاءة التوربين 100%، ما فيش اي لوز خالص، ما فيش اي فقد. لكن في الحقيقة في فقد. ازاي؟ ان الكمبرسور لو جينا شفنا ان هو محتاج 100 لا ده بياخد ازيد منه في الحقيقة، لان في جزء ضايع نتيجة الاحتكاك والتسريب. الكمبرسور مدن ما كان بينتج 100 مثلا او 50 اجلاقي بينتج 40، في 10 ضايعين منه. من يعني الحالة المثالية كان مثلا يطلع 50 الاقي في الحقيقة يطلع 40، في 10 منه ضايعين، ضايعين نتيجة الاحتكاك ونتيجة الراديشن وهكذا. يبقى الكمبرسور المفروض كان ياخد 50 مثلا ياخد 50 في المثالي الاقيه ياخد 60 او ياخد 70، لان في جزء ضايع منه نتيجة الاحتكاك برضك نفس القصة والراديشن. طيب انت عرفت الكلام ده منين؟ ان المسألة ديت بصيت بعناية هو كلمة ايزنتروبيك افشنسي كفاءة. يعني هو كده افترض ان في برايتون واخد الهواء كمادة شغالة والبرجر ريشيو هذا الار بي كتبت 12، الكمبرسور انلت تمبريتشر اللي هي تي واحد المدخل 300 كلفن، والتوربين اللي هي تي 3000 كلفن، واحسب لي يبقى الماس فلو ريت الام دوت ك الماس فلو ريت فول اير لما النت باور اللي هو ناتجه اهو الراجل ده ينتج لي 70 ميجا وات. طيب ما انا عارف يا استاذ دي الراجل ده بيساوي ام دوت في الورك نت كده، فانا لو حسبت الورك نت هاخد الام دوت كده تقريبا عكس المساله اللي قبل شويه. ايوه بس استنى، بيقول لي افترض ان كلا الكمبرسور والتوربين الكفاءه بتاعتهم مره 100% ومره تانية ايه 85. طيب فانت بتقول عكس اللي فاتت بالظبط للجزئيه الاولانيه، فانا هحل الجزئيه الاولانيه سريع ما فيهاش مشاكل، لكن نيجي نتناقش بقى لما يجي يديني كفاءه. فمن اول هنا ممكن يجيب في الاختبار يجيبها كده بالنص، بس يغير الكفاءه يخليها 70% 80%. طب هو بيجيب مره يقول لك كفاءه 100 لا ده انت اصلا عشان تحل ديت هتطلع دي كمان. طب وريني كده، وريني شوف الحل الاول خالص اهو. كفاءه الكمبرسور تساوي كفاءه التوربين تساوي 100%، ده مين؟ ده المعطى الاولاني. او هشتغل على كده، قوم جاي راسم اهو ادي التي وادي الاس، وهنا اهو من خطين اهو كده. ونيجي هنا اهو كده هنا بي واحد وقلنا ده بي اتنين، وهنا كيو ان اول حاجه نعمل ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ احنا عايزين نجيب الام، انت عايز تجيب الورك نت ماشي، ف ومديك تي 3 ومديني تي 1 فانا كنت ده لما بقسمه على كيو ان بيطلع لي الكفاءه اللي هي 1 ناقص 1 على ار بي كي ناقص 1 على كي حلو، فانا هطلع الكفاءه واضربها في الكيو ان. طيب انا عايز الكيو ان قانونها السي بي تي 3 ناقص التي 2 معايا التي 3 يبقى انا محتاج التي 2 اهو، اقول له من العمليه من واحد لاثنين ايزن
topic اقدر اجيب تي 2 اللي هو تي 1 مضروب في الار بي كي ناقص 1 على كي، والماده بتاعتي هو عشان اتاكد فتي 1 300 الار بي 12 4 من 10 على 1.4 اجي الاقيها تطلع لي القيمه ديت انا حاسبها. ايوه هذه طلعت هذه ايوه خلينا نتاكد منها 12 اس 4 من 10 على 1.4 في 300 610 مظبوط اهو 610 واحد 8 كلفن. اذا كيو ان سي بي تي 3 ناقص تي 2 السي بي 1005 التي 3 اللي هو مدالي 1000 ناقص التي 2 يبقى 1000 ناقص الانصر في 1.005 تطلع كده 3.9176 كيلو جول على الكيلو جرام. هاجي احسب الكفاءة 1 ناقص الار بي اللي هو 12 اس 4 من 10 على 1.4 من 10 هنا 1 اجي الاقي الكفاءة طلعت 5.083. اذا الورك نت اهو صغير كيو ان في الكفاءة يعني ناخد كده هذا الكفاءة خليها بالترتيب زي ما انت كاتب كيو ان الاول اهو كيو ان 3.9176 في 5.083 اجي الاقي الورك نت يطلع 199.52 كيلو جول على الكيلو جرام. اذا الام دوت باخد الباور ورك دوت نت على الورك نت بس، فالورك دوت نت 70 ميجا اخليه بالكيلو كيلو وات كده على الثاني ده اللي هو 199 اللي هو كيلو جول طيب ده كده في حاله مين اللي هو الايديال. مين قال لك ايديال؟ لانه قال لي كفاءه الكمبريسور نفس كفاءه التوربين 100%. طب تعال نشوف بقى لما يبقى في استاذ وليد ترى يعلق من عندك الصوت تتحل ازاي؟ هو ده من اول هنا المهم بامانه الله خلي بالكم استاذي بالله عيد اللي قلته لانه علق ما اخر شيء وقف ابدا طيب تعال نقسم بقى هتقسم ايه؟ البي في والتي اس برضه شكله ما سمعنا يا استاذ وليد علي تاني لما يديني كفاءة يبقى دي اسمها actual فبقول البي في ما بيتغيرش زيه زي الايديال لكن التي اس هو شغلنا كله على التي اس بقى يعني البي في دوت مش محتاج ارسمه من اول هنا وكل السايكل اللي جاي بس انا هرسمه وعشان برضك ما يتخصمش حتى ربع درجة استاذ وليد معلش تسمعني ايوه أول ما بديت تحل الفقرة بي ترى الصوت كان قاطع والصورة برضه فبس لو تعيد اللي قلت عن البي في إيش كان؟ اللي هو من أول هنا صح؟ إيه أول ما نقلت ما أنا بقول البي في مش الصورة. مهم البي في مش مهم لكن نرسمه برضه يعني جميع الرسمات اللي جاية هوري لك شكل البي في عشان ما يتخصمش ولا درجة. أهم حاجة عندك التي اس لأن الحسابات بتاعتك كلها معتمد على شكل التي اس وفهمك للتي اس. طيب يا استاذ وريني انت قلت لي ان البي في مش هيتغير اهو حتى في حاله الاكشوال اهو زي ما هو ما فيهوش اي تغيير اهو 1 2 3 4 يعني ما اعرفش الاكشوال من الستاندر في حاله البي في ابدا اهو. طيب تعال نشوف بقى في التي اس عامل ازاي. هذا الخطين ماشي مفيش فايده عايزين نترسمه ابدا عدلي اهو. طيب
نيجي بقى الخطين. كنت انت بتقول لي كده الخط اهو، وهذا اهو صحيح، هنا واحد اتنين تلاتة اربعة. انت بتقول بقى في حالة ده ستاندر، فالستاندر نسميها 2S والاربعة دي مسميها 4S، جاية من كلمة ستاندر. حلو. في الاكشوال بقى، في الاكشوال تيجي تلاقي التمبريتشر بتاعت الخارج من الكمبريسور زيادة شوية. زيادة ليه؟ نازل إلى نتيجة الاحتكاك وأنه هو قفران، يعني شغال وفي احتكاك، فدرجة حرارته تزيد عن الستاند، تطلع كده. شايفين؟ هنا كده أو مكتب 2 actual. طيب كيف قدر هذه أستاذ وليد؟ يعني هل لا أعلى منها بشوية، أعلى منها بشوية، بس عشان يبقى كلامنا مظبوط شوية، كلامنا مظبوط. يعني هو مشرحها بالمحاضرة كذا، هبدها من راسه حطها هنا. طب شلون عرفنا احنا هنا؟ لا احنا مش هنحط سكيلز ولا نعينها، اعلى منها بشوي، بس لاحظ ان الاربع اس بتكون اعلى منها، ما تكونش اقل منها. بعد كده اهم شيء الاربع اس اعلى منها. الان لما يقول الكفاءة 100% الستاندرد الرسمة العادية، لما يغير لي الكفاءة ينزلها مباشرة أرسم الرسمة هذه، غير التي اس بس. أيوة. طيب بالنسبة من 3 إلى 4 ومفروض يكون سيدا، أنا أجي له بقى هو. في حالة الستاندر أو نزل سيدا، إنما في حالة الأكشوال أجلي يطلع كده، وحط هنا 4 أكشوال. إيه اللي حصل؟ إن التمبريتشر اللي خارجة من التوربين أعلى شوية برضو، أعلى شوية. طيب يا أستاذ لاحظ، لاحظ إيه؟ ان الخط ده اطول من الخط الاحمر اللي هو بتاع الكمبريسور اللي هو الاكشوال، والخط ده بتاع الاكشوال ماله اكبر ولا اصغر؟ بيكون اصغر. اصغر من هذا. عشان بقدر عشان افهمها لك، انت بتقول بقى الكفاءه بتاعه الكمبريسور. ايوه، كفاءه الكمبريسور عشان تطلع قيمه اقل من الواحد، فانت بتقول بتاخد اللي داخل اللي هو الستاندر ده قيمته صغيره، والاكشوال قيمته كبيره، او محطه ان هو ورك كومبريسور اكشوال، وحط هنا ورك كومبريسور ستاندر. يعني يا استاذ بص كده، الستاندر اللي هو الخط الصغير اللي هو الاحمر على الخط الكبير اللي هو الازرق. طب وكفاءه التوربين مين اللي طالع؟ ايوه، مين اللي طالع؟ اللي طالع بتاع الحقيقي بيكون صغير، والستاندر بيكون كبير. او محاطط هنا ورك توربين ستاندر، وهنا ورك توربين اكشوال، عكس بعض. فانا بحفظهم، بحفظها لكم ازاي يعني بامان الله؟ الخط الصغير على الخط الكبير، انت بترسمه ده الخط الصغير، طوله صغير اهو، فكتبت الستاندر الاول اهو على الخط الكبير اهو. اجي هنا فين الخط الكبير المايل اهو، دايما المايل اهو، حطيته كبير الاول. الكبير انا كاتب هنا، لا هذا الصغير، الصغير المره دي انا اسف، الصغير الاول اهو الصغير، وبعد انا كاتب هنا ورك توربين اكشن، ده قيمته صغير اهو، ده الصغير المايل هنا، ده هنا المره دي الصغير على 3 على 4 ده الكبير حطيته تحت. طيب عشان بس توضح لي الصورة الحين، من 3 إلى 4 هذه التوربين صح؟ أنت تقول الحرارة تزيد عند اللي خارج، الخارج هو رقم 3 بالرسم الميكانيكي ولا؟ لا ده اللي داخل التوربين. هذا داخل، إيه صح. ده داخل. والخارج اللي هو 4 يعني. واللي داخل 4. داخل ولا خارج؟ 4. خارج منه. إيه خارج. أوكي. لاحظ بقى حتة مهم، لو أنا فكيت دول أفكهم مرة في حالة السي بي والسي في كونستانت، ومرة لما يكون السي بي والسي في فاريبل، أهو أعمل كده وأعمل كده وغين. في حالة لما تكون بتشتغل بالسي بي والسي في يبقى بالتمبريتشر، يبقى أكتب كده أهو، أطلع دي فوق عشان ما تشغلناش أهو. أكتب تي 3 ناقص تي 4 أكشوال، وأكتب تي بسم الله 3 ناقص تي 4 ستاندر،
ايه دوت ده لما يكون ايه خدت التي يبقى السي بي والسي بي مالهم كونستانت. طيب لا السي بي والسي في فاريبل او ما اكتب الاتش اكتب كده اتش 3 ناقص اتش 4 اكشوال اتش 3 ناقص اتش 4 ستاندرد نفس الكلام هنا اهو بدلاله التي عينيا هنا عينيا اهو عينيا هنا الستاندرد اه اكتب تي تي اس تي تي 2 اس على ناقص تي 1 والاكشوال تي 2 اكشوال ناقص تي 1 قدم اتشات حلو كده انا بديك الزبد اهو بس طيب يا استاذ وليد لان هذا اللي طلعناه لما تكون مره كونستنت ومره فاريبل ايوه ما هو دلالة التي ما هي كانت مضوبة في السي بي شطبناها من فوق ومن تحت كانت مضوبة في السي بي برضك عند الكمبريسو بحث. طيب شوف الخط الأحمر اللي أنا أرسمه ده وغين من ثلاثة وقوم رايح كده إيه ده أستاذ ديت الكيو إن والخط الأحمر ملاش الأحمر نخليه لغضة أهو من أول هنا أو وامشي كده شايفين شايفين من اول اربعه ده هذه الاكشوال اوت ايوه اهو انا بتكلم بقى اهو في حاله الاكشوال احنا خلاص اتكلمنا اكشوال اهو يبقى هنا الكيو خلينا باللون حاضر الكيو اوت هتيجي تقول لي الكيو اوت سي بي في تي 4 اكشوال ناقص تي 1 و نغير له الكيو ان سي بي تي 3 ناقص تي 2 اكشوال ادي جميع افكار البرايتون بس اللي هي اكشوال لسه هنيجي بعد كده نعدل فيها ونعمل حاجه اسمها ريجنريتف وناخد 2 ستيج وناخد 3 ستيج وفي خلال ال 2 ستيج وال 3 ستيج السي بي والسي في فاريبل والسي بي والسي في كونستنت لازم اطبقهم كلها هذه يا استاذ وليد الافشنسي الاربع قوانين اللي حطيت هذه لازم لا. اطبقهم كلهم ولا اختار بينهم مش هو مش انا كاتب ان هو صح صح. مش انا كاتب هنا دول سي بي وسي في فاريبل هل هم فاريبل هنا لا أوكي. يبقى انا مع عديت اوكي انا مش عايز الخبط نفسي وانا عايز اكون عارف شغال ازاي طيب لما تبقى فاريبل هنا اهو الكيو اوت اكتب اتش 4 اكشوال ناقص تي 1 فاريبل وهنا كيو ان اتش 3 ناقص اتش 2 ايه بتجيب دومات منين من هنا اهو من هنا من هنا ديت فاريبل قال لي الكفاءه الكفاءه نصغر الخط ده اهو بيقول لي الكفاءه بتاعت الاثنين 85 عيد لي بقى الحل يعني خلاص ده كده شرحنا عليه هنقل الرسمه دي تحت تاني اهو عشان اعرف احل اهو يبقى قدامي يعني اهو اطلعها شويه مايله شويه زيه عشان تترسم صح في شويه كده اهو حلو حلو هذا اس وهذا تي وقلت هنا كيو ان وقلت هنا كيو اوت برضك عشان تعرف اللو اهو قلنا ده لحد هنا بس ده كيو ان وقلنا التاني ده الاوت طيب وكان السؤال اصلا ايه كان بيقول لي عايزين نجيب الماس في الغيط لما تكون الكفاءة كذا وهذا الار بي 12 وهنا 300 صح كده ماشي طيب تعالى يا عم الحاج نشوف هنعمل ايه
نبتدي الاول هاخد البيانات بتي واحد وتي اتنين، مش انا بقول لك مش هيديني ديت، لا ده انت هتشتغل عليها. يعني ايه؟ يعني اقوم مطلع التي اتنين اللي هي تي اس الستاندر، يعني انا هاخد القيمه دي يا شباب اهي، هاد مش دي اتنين اللي هي القيمه ديت الستاندر، هاخدها عندنا اهو، اكتب اهو البيانات اللي قال عليه معايا تي واحد ومعايا تي اتنين ستاندر ومعايا تي تلات. هذا كله معطاه بالسؤال. لا انا طلعت تي 2 ستاندر دي، خدت تي 1 والبي ناقص 1 على كي، صح كده؟ من اللي فوق هاخد قيمتها. طيب التي 1 كان مدالي 300 كيلفن، غير اللون ده والتي 2 طلعناها طلعت 610.8 كيلفن، والتي 3 ده كده 1000. ابتدي اتكلم على مين؟ على كفاءه الكمبريسور. كفاءه الكمبريسور اللي انت بتقول عليها الورك كومبريسور ستاندر على الورك كومبريسور اكشوال، يعني بيساوي تي 2 ستاندر ناقص تي 1 على تي 2 اكشوال ناقص تي 1. اقدر اطلع تي 2؟ اقدر اطلع تي 2. اطلعها ازاي؟ اضرب وسطين في طرفين بتساوي كده على طول بسم الله، اخد تي 1 زائد تي 2 ستاندر ناقص تي 1 على الكفاءه. حساب بقى، اخد هنا 300 زائد التي 2 618 300 على الكفاءة 85 يا عم او 85. احسب دي تطلع لي مين؟ التي 2 اكشوال. التي 2 اكشوال نبص سريع، 610.8 ناقص 300، انزل تحت 85 زائد 300 اهي، طلعت 665. عشان تتاكد ان حلك صح ازيد من دي اهي، فوقها فعلا اهي اعلى منها. طيب نفس الكلام اسويه فين؟ عند عشان اطلع انا معيش اساس دي الاول، اطلعها الاول، اطلع التي 4 اس الاول. صحيح. اطلع التي 4 اس الاول. طيب اقول لهم الثلاثه الاربعه ايزن تغبك الكلام الوحش ده بقدر اقول كده تي 3 على تي 4 ستاندر ار بي كي ناقص 1 على كي، اقدر اطلع تي 4 ستاندر تي 3 يعني على الار بي تي 4 ستاندر تي 3 اللي هي 1000، الار بي مدهولي 12 اس 4 من 10 على 1.4، التي 4 هتلاقيها تطلع 491.65 كلفي. ارجع بقى هي ادي تي 4 ماشي، اتاكد ان برضه غدا 1000 سريع كده، 12 اس 4 من 10 على 1.4 مظبوط. ارجع بقى اقول له طيب ده انا عارف ان كفاءه التوربين اللي هو الورك توربين اكشوال على الورك توربين ستاندر افكها، يعني تي 3 ناقص تي 4 اكشوال تي 3 ناقص تي 4 ستاندر وسطين في طرفين، اقدر اجيب تي 4 يا اخي، اجيب تي 4 ستاند، انزل تحت اهو تي 4 اكشوال وسطين في طرفين تطلع لي تي 3 ناقص الكفاءه كده، انا حافظها على طول اهو تي 3، حافظ الطريقه يعني. فالتي 3 اللي هي 1000 ناقص الكفاءه تي 3000 ناقص الستاندر اللي هو 49165، اطلع تي 4 اكشوال التي 4 اكشوال ما حسبتهاش، احسبها تاني، اخد 1000 ناقص القيمه دي واضربها في 85 وبعدين اخد 1000 ناقص القيمه دي تطلع 5 6 7 9 كلفن. شايف دي اعلى برضك من التي 4 ستاند، تي 4 ستاند اهي دي 491 ديت 500. طيب خلينا عشان برضو الناس اللي مش موجوده يقول ايه ديت، اكتبها حلو كده. بقى معاك دلوقتي التي 2 انت بتدور عليها ومعايا التي 4، انا يمكن طولنا شويه بس نكمل. اقدر اجيب بقى اللي هو الورك نت، الورك نت بتاعك اللي هو مين؟ الاكشوال. الورك نت اكشوال اجيبه ازاي؟
ممكن اجيب اللي هو الوك توربين اكشوال ناقص الوك كومبريسور اكشوال، او اجيب الكيو ان اكشوال ناقص الكيو اوت اكشوال، ما هو كل ده وك نت اكشوال. طيب خلينا في العليمين اللي على اليسار ده، الوك توربين اكشوال ده كنت ممكن يا استاذ ما تطلعش دي، وممكن ما تطلعش دي ازاي؟ من هنا اهو بصوا شوفوا دي، اضرب بصتين في طرفين، ما محتاج اطلع التي 4 اكشوال، بس انا طولت شويه. انا قلت يعني ممكن تقول كده اهو ان الورك توربين اكشوال هتساوي الكفاءه في الورك ستاندر، الورك ستاندر اللي هو السي بي في التي ناقص التي 4 ستاندر، كمان الورك كومبريسور اكشوال ممكن اجيبه من هنا، هيبقى عبارة عن work compressor standard على الكفاءة. طب اللي هو عبارة عن ايه؟ السي بي التي 2 اس ناقص 1 على الكفاءة. يعني وش قانون وش قانون اللي هي الورك فور اكشوال؟ احنا هذا السي بي هذا قانون اللي كان ستاندرد، مفيش work فور اسمها work net. هذا هذا كتب work توربين، انا كتبت اللي على اليسار، اللي على اليسار انت طلعت اول واحده بعدين جيت هنا طبقتها نفس الشيء. هذه ايوه انا جيت هنا قلت ممكن مش معنى اكشوال، فقلت انا ممكن اطلع من هنا كده بدل ما اطلع الاتجاهات دي كلها. يعني انت ضيعت وقت على الاتجاهات، لا عشان في مساله تانية تعرف انت هنجيبها ازاي، ممكن استخدم اطلع التي من هنا كده، او اطلع او الورك كومبريسور اكشوال بالطريقه دي، واطلع الورك توربين اكشوال بالطريقه دي. يعني الورك توربين اكشوال بدل ما فك ده اللي هو التوربين اكشوال، ما هو عباره عن السي بي تي 3 ناقص تي 4 اكشوال ايوه، واجي اقول له ده ناقص سي بي تي 2 اكشوال ناقص تي 1، ده حل. يعني ممكن استخدم دي او استخدم اللي انا جبتها بقى خلاص اكمل عليه. هنا هو حل اخر، حل اخر اكمل هنا بقى اهو 1005 التي 3 اللي هي 1000 التي 4 اكشوال 5 6 7 9 ناقص السي بي تاني التي 2 اكشوال 6 6 5 6 4 ناقص 300 كده هيطلع لي الورك توربين نت، الورك اسم ورك نت اكشوال، ورك نت اكشوال ده يطلع 67.51 كيلو جول على الكيلو جرام. فاضل لنا الام دوت، يبقى الام دوت ام دوت الباور اللي بنقول عليها ورك دوت نت على الورك نت اكشوال كانت 70 كيلو وات، كيلو وات على الكتله على ال الورك توربين الورك نت اكشوال. شوف هتطلع الكتله كام؟ 1.03675 كيلو جرام على السكن 1036، محتاج كتله كبيره. شوف الثانيه كانت كام؟ حاجه بسيطه عن كده. نخزنها ونشوفها. استاذ وليد بعد اذنك بقى شيء نجيب، لان باقي تقريبا 50 ثانيه. لا خلاص كده خلاص نطلع وتخش ولا كفايه؟ لا والله بالنسبة لي كفاية، ما أدري إذا بدك أعطيك. أنا كفاية لأن عندي والله. طيب خلاص، بس إحنا عايز إحنا فضل لنا أربع حصص. طيب ماشي، لو أنتوا عايزين بقية المسائل وبعتها أوكي، عايزنوا مع بعض شوفوا اللي رايحكم واتفقوا عليه. نكون مع بعض نحل هذه. والله أنا أفضل مع بعض صراحة، لأن والله ضايعين مع هذا عاصف، يعني أول مرة أشوف مسألة وأفهم. طيب.